لقد مررنا جميعا بسنة صعبة للغاية، حيث ظهر وباء كورونا من العدم ولم يسلم أحد من الحجر الصحي الإجباري. المصانع مغلقة، الوظائف المفقودة، الاقتصاد بأكمله تضرر بشدة من الأزمة التي سببت ضررا كبيرا على جميع المستويات. لم يتم التغلب على الثقافة في هذا الوضع الصعب، كما تأثر رسامو الكاريكاتير بشدة بهذا العام المأساوي، لكنهم أيضا شهود عيان ممتازون لهذه الفترة، حيث يمكنهم تلخيص الخطوط العريضة لنا. ومن هذا المنظور أطلقت الجمعية المغربية للكاريكاتير هذا النشاط الفني تحت عنوان 2020 بعيون رسامو الكاريكاتير المغاربة، الذي هو دعوة لجميع رسامي الكاريكاتير المغاربة ليشهدوا على رؤيتهم ويشاركوا كيف عاشوا عام 2020. يسعدني بصفتي رئيس الجمعية المغربية للكاريكاتير أن أقدم لكم نتيجة هذه المبادرة العظيمة التي ستسمح لكم برؤية مدى نظرة الفنانين بشكل عام ورسامي الكاريكاتير بشكل خاص إلى وعاء من الأكسجين الفني لمداواة شكوكنا ومخاوفنا في مواجهة هذا الوباء الاستثنائي. احتفظ بأقنعتك الواقية، ولكن لا تمنع عيونك من رؤية واستكشاف هذه الرحلة. المعرض الافتراضي الذي نقدمه لك، نود أن نشكر كل الفنانين المغاربة وكذلك ضيوف الشرف الفنانين العرب الذين تفضلوا بالمشاركة في هذه المغامرة. استمتع بزيارتك إلى معرضنا الافتراضي.